السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، رايحين نبدأ الوصفة تاعنا اليوم. بسم الله، عندي 2 حبات تاع البيض بدرجة حرارة الغرفة، رايحة نضيف عليهم مغرف معمرة تاع لافاني، قرصة الملح، 2 مغارف ونص تاع السكر العادي، نخلطوا هذا البيض مع السكر كما قلت لكم 2 مغارف ونص، نخلطوهم مع بعض. بعدها رايحين نضيفوا عليهم يعني تخلط خفيف برك، ونضيفوا عليهم نص كاس تاع الزيت، نزيدو نخلطوا الزيت هذه مع المقادير، ونضيفوا عليهم نص كاس تاع الحليب، يعني نفس الكاس اللي بدينا به نكملوا به. هذه الوصفه تجي بزاف بزاف بنينه وسهله. خلاص هنايا تخلطوا لي كامل المقادير. رايحه نضيف عصير تاع نص حبه تاع قارص. بزاف بنات في الوصفات اللي درت فيهم الخل والقارص قالوا لي يفسد الحليب، نقول لكم ولا يهمكم، هذاك هو من اسرار نجاح الوصفه. يعني حطوا نص حبه تاع القارص حتى ويتقطع لكم الحليب ولا يهمكم. نخلط مليح هذاك القارص، هنا عندي مغرف تاع لانواط كوكو، اللي تحب ما ديرش لانواط كوكو تقدر تنحي هذه المغرفه، تحب تبدلها بمغرف جلجلان، مغرف كاوكاو محمص ومرحي، المهم معليش هذه تحب ديرها تحب ما ديرهاش، حاجه يعني اختياريه. عندي كاس تاع السميد، السميد الرقيق، على بالي حين جوني تساؤلات تقولوا لي اذا نقدروا نعوضوا بالسميد المتوسط، نقول لكم تقدروا تعوضوا بالسميد المتوسط، تقدروا تعوضوا بالفارينة، نفس الوصفه نفس المقادير ديروها بالفارينة، ولكن السميد من ذاك معليش ناكلوا السميد صحي على الفارينة. عندي باكيت على ليفور شيميك، نخلطوهم ونزيدو نضيفو 1/4 كاس تاع سميد، يعني مقاديرها مضبوطه، كاس وربع، ما ملي استخدمتو الفارينة كيف كيف، ولا استخدمتو المتوسط سميد المتوسط تاني كيف كيف. هذا الربع هنايا نزيد نحطو ونزيد نخلطو. خلاص هنايا كان الخليط عندي واجد، يعني هذا هو القوام اللي نسحقو. عندي هنا مقلة، البنات المتوسطة هذه المقلة، ماشي كبيرة وماشي صغيرة، متوسطة الحجم، رايحة ندهنها بالزبدة. لما عندكمش الزبدة ديروا الزيت، ديروا السمن، يعني اي حاجة تكون تاع ليدام، المهم اختاروا المقلة اللي ما تلصقش. اللي حبت تطيب هذه الوصفة في الفور تقدر تطيبها في الفور، ما كاش اشكال، انا حاولت نعطيكم فقط وصفة يعني سهلة اللي توجد لكم بالخف كي تكونوا مزروبين. خلاص هنا رايحه نغطيها ونحطها على النار. البنات من شروط يعني نجاح هذه الوصفه النار تكون قليله، ماشي نار متوسطه، ناكد ونعاود نار تكون قليله هكذا حبيباتي، ماهيش متوسطه ولا زايده، نار قليله اقل حاجه عندكم، وخلوها طيب بالعقل. نجوزوا للشربات اللي حين نشربوا بها، عندي كاس تاع السكر، كاس تاع الماء، هذو نحركوهم يعني بالمغرف حتى نحسوا شويه السكر ذاب، ونحطوهم على النار. يعني كي تشوفوا هاد المقادير بداو يتخلط عفوا يغلو، حسبوا لهم 5 دقائق على نار متوسطه، بعد ال5 دقائق طفيو عليهم وخلو هاد الشربات تبرد. خلاص انا غير يعني تغليلي نحسب لها 5 دقائق ونطفي عليها. هنا حتى تشوفوها خفيفه كي تبرد يعني تسقم. هنايا شوفوا الكيكه تاعنا كيفاش بردت، انا عاودت بدلت لها الغطاء بس طلعت الله يبارك بدلت لها الغطاء. رايحه نوري لكم الطريقه كيفاش نقلبوها. عندي مقله واحده اخرى دهنتها بشويه زبده ونقلب هذه الوصفه، يعني هاي ليك هنا قربت لكم يعني نحيتها من النار ووريتها لكم هنا باش تشوفوا مليح. البنات نقول لكم ما تقلبوهاش في طبسي وتعاودوا ترجعوها للمقله الاخرى، لا لا، من مقله لمقله ولا طاجين ولا، المهم خلوها في حاجه اللي تعاود تطيب فيها. هذا الجهه رايحه نرجعها على النار كيف كيف، نار
قليله، يعني ما تشدش الوقت بزاف الجهه الاخرى حتى تتحمر. عادي طلعوا عليها تصيبوها حمارت نحوها. انا هنا كنت نحيتها، شوفوا كيفاش تجي يعني هشيشه ومحمره، صدقوني وبنت السميد تجي ولا اروع. هذيك الشربات بعد ما بردت لي نشرب بيها الكيكه، اذا درتوها بالفارينه تقدروا ما تشربوهاش وتزيدوا شويه تاع السكر الا حبيتوا تشربوها، يعني كيف كيف معيش تقدروا. انا نعطيكم اقتراحات وانتم خذوا لي تساعدكم. انا كميه الشربات هذه ضفتها كامله، جاتني قد قد، نخليها تبرد تتشرب، زينوها كيما تحبوا، صدقوني تجي بزاف بنينه. وصفه سهله اقتصاديه، يعني غير بزوج حبات بيض. انا كيما قلت لكم دائما نعطيكم الوصفات، ويعني نعطيكم حاجات اللي تكونوا بالك ناسينهم. كاين شحال وحده ما تكونش عندها الفارينه تقول لك ما عرفتش واش ندير للقهوه، انا يعني نقول لك بالسميد ولا يعني منين ذاك الخطره نعطيكم وصفه ان شاء الله. هنا رايحه نقسمها بعد ما بردت لي اكيد. الحين تقولوا لي مشوشه، نقول لكم ما راهيش مشوشه ولا ذوق البسبوسه، عندها ذوق رائع بالقارص، تجي بزاف بنينه. شوفوا كيفاش تجي عاليه غير بزوج حبات بيض وخفيفه هشيشه. حبيبتي فقط طيبوها على نار تكون قليله هكا. حبيبتي عاودت لكم، على بالي بزاف الهضره بصح باش نحبكم تنجحوا في الوصفات. هذا ما كان، شوفوا كيفاش تجي خفيفه هايله بنتها، ان شاء الله تعرفوها بعد ما تجربوها. انا رايحه نزيد نقسم لكم منها اكثر باش تشوفوها. هايليك جربوها للقهوه تجي بزاف بنينه، مع لاتاي مع اي حاجه تجي. المهم حبيبتي ملاقات الخير، شكرا على تعليقاتكم كامل، بارك الله فيكم، لا يعطيكم ان شاء الله واش تتمنوا. تعليقاتكم هي اللي تحفزني وتخليني نكمل. شكرا حبيباتي، شكرا شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله حبيباتي كامل. جربوها الوصفة ما تنساوش، ان شاء الله بإذن الله مقاديرها بسيطة، وان شاء الله هنخلي لكم رابط الجروب في صندوق الوصف.